السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخباركم إيه؟ وحشتوني إيه؟ وحشتوني. النهاردة حبيت أصور معاكم ماما جابت لي إيه في العيد بدل العيدية. هي برضو جابت لي عيدية فلوس وكده، بس جابت لي حاجة تانية ففرحت بها قوي، فحبيت أفرجها لكم. أول حاجة جابتها لي هو الطقم ده، حافظ دعام 3 قطع، بيحفظ بها الطعام، وممكن برضو لو احنا رايحين مصيف او مكان نحطه فيه الاكل. هو المنظر اهو، اهو ما فتحته، الغطا بتاعه كده، دي اللي بتتحط فوق اللي فيها الايد. انا والله فرحت بيه جدا، ربنا يا رب يبارك لي فيها ويخليها لي. تانية اهي، ده الغطا بتاعه اهو، اهو اهو معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو شكله كده. والحاجة التانية عروسة، بس احنا في الصيف جايبها للشتوي. والتانية علب حفظ الطعام، مش عارفه متوسخ. كمان العلبة الصغيرة دي، والحاجة التالتة ملاية سرير، ملاية بس هي مخيطها لي، فملاية بس. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.